السلام عليكم. مشاريع، فيه مشاريع عقارية كثيرة وضخمة يتم إنشاؤها في منطقة ما يسمى بلافرنج ماريتيم، وهي امتداد للساحل نتاع مدينة وهران، الواجهة البحرية نتاع مدينة وهران. إذن المنطقة هذه جاية بالقرب من بلدية بيرجير على الساحل نتاع البحر المتوسط. إذن هذه المنطقة كما نشاهد تعرف تطور كبير في ميدان الترقية العقارية، و يعني ملفت الانتباه واللي يعني يخليني نفكر يعني في هذه المنطقة هذه، وقضية التهيئة العمرانية، لأن البنايات تعتبر تظهر وكأنها جد متقاربة يعني مع بعضها، وهذا قد يخلق عامل اكتظاظ. إن شاء الله تكون فيه إجراءات، ممكن تكون بعض يعني الأزقة والشوارع هنا يديروها للمشاة تولي بيتونيير، باش تعطي أكثر متنفس للسكان هنا. إذن نخليكم تابعوا نهاية الفيديو هذا، والسلام عليكم.